أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أن مملكة البحرين مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية الاستباقية تماشيا مع مستجدات فيروس كورونا من خلال مواصلة توفير كافة الإمكانيات والموارد الطبية وتطوير البنية التحتية اللازمة بما يعزز قدرات القطاع الصحي في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، مشيدا معاليه بالتعاون والتنسيق القائم بين كافة الجهات بما يسهم في تحقيق التكامل ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك خلال زيارة التفقدية التي قام بها معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى الميداني بسترة، وذلك بحضور اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية، حيث تم الاطلاع على مستوى الإنجاز والوقوف على التجهيزات الطبية في إطار الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا. ونوه معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن الحفاظ على صحة وسلامة الجميع يستدعي تكثيف العمل لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك حسب توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وهو ما يتم العمل عليه وفق أفضل المعايير العالمية وبأعلى درجات المهنية والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية. من جانبه أكد اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية أن وحدة العناية المركزة في المستشفى الميداني بسترة تأتي ضمن سلسلة الجهود المستمرة لضمان توفير مختلف الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين بناء على أفضل المعايير الطبية بما يسهم في التصدي لفيروس كورونا. وأوضح أن وحدة العناية المركزة تم تجهيزها لتوفير الرعاية المركزة للحالات الحرجة الناتجة عن الفيروس، حيث أن العمل جار في هذا الإطار ضمن منظومة متكاملة من وحدات العناية موزعة على مختلف مناطق المملكة بما يسهم في مواكبة أي تطورات مستقبلية، مشيرا إلى أن وحدة العناية المركزة تقع على مساحة 2400 متر مربع، وقد تم تجهيز الوحدة في وقت قياسي خلال 14 يوما بطاقة استيعابية تبلغ 152 سريرا مجهزا ب 152 جهاز تنفس اصطناعي، وستدار من قبل كادر طبي متخصص مكون من 55 طبيبا و 250 ممرضا وممرضة ومختبر طبي، والذي يعد سابقة بإنشاء هذا المختبر في مستشفى ميداني مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة. وأضاف أنه بتجهيز المستشفى الميداني بسترة بأجهزة الأشعة السينية وأجهزة غسيل الكلى المتنقلة ومن ضمن المساعي لتوفير أعلى مستويات الخدمة الطبية بالمستشفى الميداني، فقد تم تجهيز مخزن متكامل للأدوية والعقاقير وفقا لمتطلبات الوحدة. وأوضح أن كافة الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها هي جزء من الخطط التي يتم تحديثها بصورة مستمرة بما يتماشى مع مستجدات الفيروس. ضمن الخطط الوطنية لمكافحة فيروس كورونا أنشئت وحدة العناية المركزة الميدانية الثانية من خلال الخطط والرؤى النيرة التي قام بها فريق البحرين، والذي جهز وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية ليكون بمثابة مركز طبي شامل ومتكامل لأي تطورات تطرأ في الفترة الراهنة لحاجة دول العالم الملحة لوحدات العناية المركزة احتواء للحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا. تواصل مملكة البحرين بعزم أبطالها بتنفيذ كافة الخطط والإجراءات الاحترازية التي تسهم في التصدي لهذه الجائحة، وأنشأت وحدة العناية المركزة في المستشفى الميداني بسترة، كما وفرت كافة الكوادر والأجهزة الطبية المتطورة اللازمة التي تراقب الجهاز التنفسي وتقوم بتعويض وظائف القلب والرئتين.
الحقيقة سعيدين بافتتاح هذا المركز، هو مركز سترة الثاني المخصص لحالات الإصابة بكورونا، والحقيقة مركز مجهز حول 154 سرير لحالات اللي صارت تحتاج إلى فنتليشن أو تحتاج إلى عناية خاصة، فهذه مجهز لهذا العدد كله، وهي كلها يعني بأمر من سمو ولي العهد للاستعدادات الكاملة لكافة الظروف اللي ممكن تنتج عن هذا المرض. والحمد لله يعني احنا في البحرين جاهزين لاقصى ممكن شيء ممكن ولاقصى قدر ممكن من الاحتمالات في هذا المرض، وان شاء الله نطوف منه بسرعه وامان. وتقوم وحده العنايه المركزه بالعنايه بالحالات الحرجه الناتجه عن الفيروس، حيث تقدم الرعايه والعلاج من لحظه دخولها وحتى خروجها. وتعمل هذه الوحده بطاقه استيعابيه تبلغ نحو 150 سريرا مجهزا بالكامل، وتدار من قبل كادر طبي مختص مكون من 55 طبيب و250 ممرضا وممرضة. بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، فقد وجه المجموعة هنا بإنشاء 500 سرير عناية مركزة للبحرين، فإحنا أنشأنا 130 سرير في مستشفى قوة الدفاع البحرين، وهذه 154 سرير كامل من جميع التجهيزات أنشأ في جزيرة سترة. وهذه أول مرة إحنا صراحة ننشأ وحدة عناية مركزة خارج المستشفيات أو بعيدة عن المستشفيات. المستشفى تقريبا مساحته هو على خيمتين، ومساحته 2400 متر مربع، مجهز بأحدث الأجهزة من أجهزة التنفس الصناعي وغسيل كلوي وأجهزة الأشعة أيضا. طبعا هذه كلها إجراء احترازي لمرضى الكوفيد 19. سوف يقوم طاقم طبي لتشغيل هذه المنشأة الصحية إن شاء الله. تم تدريبهم بخطة مبرمجة في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية، اللي هي تقع تحت مظلة الخدمات الطبية الملكية بالمستشفى العسكري. مملكة البحرين ستظل دوما تسابق دول العالم وتحتل المراكز المتقدمة في التصدي لهذا الفيروس الذي اجتاح الكرة الأرضية، وستقدم الأنموذج المشرف في حفاظها على سلامة وصحة جميع من يعيش على أرضها. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.